يا صباح الفل والخير على كل مشاهدي وجماهير نادي الزمالك في كل مكان. حلقة جديدة من نهارك أبيض، حلقة يوم الثلاث 7 مايو 2024، ونهار أبيض سعيد على كل جماهير القلعة البيضاء في كل مكان. يا نادين نهارك أبيض. نهارك أبيض يا خالد، ونهار طبعا كل مشاهدينا الكرام، يعني أبيض وكله سعادة إن شاء الله يا رب. عارف بقى النهاردة اللي أنت ليكي وجهة نظر كده وعايزة تقولي حاجة النهاردة. طبعا أنا في البداية، إحنا امبارح أنا وأنت كنا اتكلمنا يا خالد مع بعض، وقلنا إن الناس بعض الناس يعني مختلفين، عندهم وجهات النظر مختلفة شوية في الكورة خصوصا. اتكلمنا عن التحكيم واتكلمنا عن المباراة بشكل عام، ولكن الحقيقة برضو من بعد ماتش امبارح او اول امبارح سموحه والزمالك طبعا وجمهور الزمالك والراي العام الرياضي يا خالد طبعا في الشارع الابيض منقسم لنصين او لفريقين زي ما كنا بنتكلم امبارح. الفريق الاول طبعا بيقول انه الخساره المفاجاه دي واللي جت في توقيت كان يعني رخم جدا بالنسبه لنا كلنا بيتحملها المدير الفني خوسيه جوميز، لانك علشان تريح لعيبه لازم يعني توزن الملعب ولازم تشوف بدايل في نفس المراكز اللي انت مريحها، مش تريح معظم اللعيبه اللي هم يعني يخلصوا لك الماتش وتجرب كده مره واحده تنزل كل اللعيبه اللي اصلا ما بتلعبش بشكل اساسي، او يمكن يعني هم عندهم مشاكل في ان هم كلهم يلعبوا مع بعض. البعض يا نادين يعني حاسس ان ده ظلم للعيبه، طبعا هم بعاد جدا بقالهم فتره، فما يجوا يشاركوا مره واحده الاداء يظهر بالمستوى ده. بالظبط يا خالد، وفي ناس ثانيه قالت لا احنا عايزين نخلص الماتش، خلص الماتش في اول شوط وبعد كده ريح اللعيبه. يعني حتى التغييرات اتاخرت، كان لازم برضو مع بدايه الشوط الثاني نبدا بقى بزيزو وبحمدي وفتوح. يعني التاخير يا جماعه كلفنا اننا ما لعبناش كوره، والفريق المنافس فريق سموحه طبعا ضيعوا وقت بما فيه الكفايه في المباراه دي. يعني احنا يا دوب لعبنا 20 دقيقه بالعافيه كوره في الملعب، 20 دقيقه بس تقريبا اللي لعبناها. كل اللي اتفرج يعني شاف مظبوط، يعني كان في وقت كتير قوي ضايع. بالظبط، فالهزيمه دي مش في وقتها ابدا، في بطولة احنا بننافس عليها زي ما كنا بنقول. طبعا طبعا التارجت الاهم هو الكونفدرالية، وطبعا عايزين نركز على البطولة الاهم، ولكن برضو كنا بننافس على الدوري، وما صدقنا ان احنا تقدمنا بشكل كبير في الدوري، احنا كنا بعاد، ومش معناه ان احنا نخسر نقط بسهولة كده قدام احد فرق منتصف الجدول، خصوصا ان احنا لو كنا نزلنا اول الماتش زي ما كنت بقول لك بالتشكيل الاساسي يا خالد، ناس كتير بتقول كده، يعني كنا خلصناه من الشوط الاول اصلا وريحنا اللعيبه اللي محتاجين نريحها في الكونفدراليه. بالزبط. او في المباراه القادمه ان شاء الله في الكونفدراليه كانوا يريحوا بقى في الشوط الثاني. بالظبط، وده كان على فكره رايي اللي قلته لك امبارح، ان كان ممكن يبدا باللعيبه كلها يطمن على النتيجه وبعد كده يغير زي ما هو عايز يا نادين. لكن برضو يعني في حد تاني نادين رايه يقول لك يعني دي مباراه او الموضوع اساسا يعني بسيط. صحيح. والحسبه سهله والموضوع سهل، مش مستاهل كل التعقيدات دي. حد تاني يقول لك مباراه هي اساسا يعني من 19 مباراه نادي الزمالك في بطوله الدوري العام، نادي الزمالك لسه فاضل له 19 مباراه في مسابقه الدوري المصري الممتاز. كانت هتفرق معانا قوي فوز مباراه سموحه. بالظبط، بس ده وارد، ما انا قلت لك مفيش حد هيكسب على طول ولا حد هيخسر ولا حد هيخسر على طول. خالد انت قلت اللعيبه نازله وكانوا حاطين في دماغهم الكونفدراليه. وكمان لاعب نادي سموحه واداء حتى فريق سموحه في المباراه يعني بين شويه للاعبتنا ان ممكن الموضوع سهل، ممكن نجيب جون في اي لحظه. مظبوط، فاهم الموضوع مش صعب، يعني ماتش مش صعب. لكن طبعا ده عكس اللي حصل في المباراه، انت داخل ماتش سموحه يعني اول امبارح وانت المفروض تكسب، وانت المفروض تحقق نتيجه ايجابيه وتكمل سلسله النتائج الايجابيه لنادي الزمالك حققها الفتره اللي فاتت. لكن لسه بدري على الدوري. مظبوط، زي ما انا بقول لك لسه بدري على الدوري، لسه نادي الزمالك فاضل له 19 مباراه بحالهم في الدوري. يعني الدوري انت ممكن تعوض فيه حتى لو خسرت، ولسه ممكن تخسر ولسه تتعادل ولسه ممكن كل حاجه وارده في الكوره وارده في بطوله الدوري. لكن انت بعد كام يوم داخل على ماتش يعتبر عندك شوط اول هناك وشوط تاني هنا، بطوله بقى او مسابقه خلاص بقت قريبه جدا لنادي الزمالك من اي وقت فات. فبالتالي انت لو لا قدر الله لعبت مباراه المسابقه ويعني الدنيا لسه بدري هنا في بطوله الدوري العام هتريحنا برضو. بالظبط، فالموضوع يا جماعه مش عايزين طبعا الخساره بتزعل اي حد، الخساره بتضايق اي حد، لكن ماتش ممكن تعوضه بعد كده. ماتش عادي جدا بثلاث نقط ممكن تعوضه، لسه عندك 19 ماتش في بطوله الدوري العام. لكن الكونفدراليه يوم الاحد الجاي
عندنا ماتش مهم جدا بالظبط، اللعيبه كلها باذن الله يعني تكون على قدر المسؤوليه نادين، وباذن الله تعمل مباراه كبيره ويعني تحقق نتيجه ايجابيه هناك عشان تريحنا في مباراه العوده اللي هنا. لكن انت برضو يعني بالمناسبه الناس برضو اللي زعلانه، احنا برضو خسرنا هنا ثلاث لعيبه في ماتش البنك الاهلي انت كنت في غنى عنهم طبعا، شيكابالا، مصطفى شلبي، وكمان مصطفى الزناري. مظبوط، ثلاث لعيبه نادين مهمين جدا في وقت انت واصله نهائي بطوله كبيره نادي الزمالك كله عايزها وجمهور الزمالك كله عايزها. لكن يعني ان شاء الله كلنا ثقه في اللعيبه اللي موجوده، وكلنا باذن الله عارفين ان اي لعيب هيشارك في الماتشين هيكون على قدر المسؤوليه. صحيح. وباذن الله يعمل اللي عليه وزياده، وباذن الله ما يحسسناش ابدا ان احنا ناقصين لعيبه او اللي احنا كان ده لازم يبقى موجود او كان ده لازم يبقى موجود. فباذن الله احنا اكيد بنتمنى خاصه مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ان هم حتى يلحقوا ماتش العوده اللي هيكون هنا في مصر باذن الله يوم 19. فبرضه دي حاجات برضه نادين، ممكن لو كان مستر جوميز لاعب في ماتش سموحه بكل اللعيبه كنت ممكن تخسري لعيب تاني. مظبوط، احنا مش فاهمين خساره اي لعيب بحقيقة. زي ما قلنا احنا يعني محدودين شويه في الكونفدراليه لان في لعيبه كتير مش مقيده، فما صحيح. ينفعش ابدا ان احنا يعني مش في حمل خساره اي لاعب دلوقتي. والله انت رايك ايه برضه؟ عايز اعرف رايك انت. دي حقيقه. انا كنت مع الراي ده ولا مع الراي ده؟ بص انا رايي يا خالد ان احنا لا عندنا سلبيات، وانا شايفه من وجهه نظري ان لا المدير الفني لازم يتحمل نتيجه اختياره للمباراه دي. هو على فكره طلع قال كده في المؤتمر، قال لك انا بتحمل نتيجه الخساره، وده على فكره حاجه تثبت قد ايه هو حاسس بالمسؤوليه. صحيح. وحاسس ان هو على فكره مش عيب ابدا ان البني ادم لما يغلط او اختياره ما يكونش صح ان هو يقول او يعترف. والله يا خالد برضو لو جيت للحق انا عايزه اقول لك يعني احنا هنتفق او هنختلف، ولكن هما الرايين على فكره صح. يعني لو جيت فكرت بالعقل الرايين صح، كل واحد له وجهه نظره وتختاره. مظبوط مظبوط. وربما برضو جوميز فكر في لقاء نهائي الكونفدراليه اكتر زي ما انت قلت بالظبط، وده شيء لا يعيبه، لكن طبعا تنفيذ تفكيره ده ما كانش افضل حاجه من وجهه نظر البعض. وبرده في النهايه هنرجع ونقول ان اللي حصل حصل، وان احنا مش عايزين نقف عنده كتير، عايزين نفكر في اللي جاي يا جماعه. صحيح. وقفنا عند مشكله واحده مده طويله مش هتعمل اي حاجه غير ان هي تاخرنا. والمهم دلوقتي او الاهم دلوقتي هو مكسب المباراه دي رغم طبعا خساره نقاطها يعني. وهو ان انت برده ربحت بعض اللاعبين المهمين زي المسلوسي وزي عمر جابر وزي سامسون اكينيولا. بالظبط، كان لازم يريحهم نادين عشان مزبوط. زي ما انت شفتي عشان ما نشوفش اصابات في ماتش البنك الاهلي. وممكن انت شفتي الكره اللي كانت دونجا وقع فيها، الراجل كان اول ما نزل وقع يعني كلنا قلبنا وقع معاه. دي حقيقة. لو كان حصل له حاجه في كتفه او في اي حاجه كنت برضه ممكن تخسري واحد من اهم اعمده الفريق الفتره اللي فاتت، واحد من اللعيبه اساسا الدوليه، اللعيبه الكبيره اللي عندهم خبرات الماتشات دي. هو على فكره دونجا عنده خبرات كبيره جدا النادين مع بيراميدز، اما كان موجود في بيراميدز شارك في الكونفدراليه كذا مره ووصل نهائي ووصل. فبرضه انت كنت ممكن تفقدي واحد من اهم اللعيبه عندك. وزي ما احنا بنقول يا خالد ما عندناش بجد يعني الخيارات محدوده جدا بالظبط، الكافيه ان احنا نلعب بلعيبه لو البعض منهم اتصاب، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا. احنا داخلين على ماتش نهائي مهم جدا لكل الجماهير الزملكاويه، مش في حمل ابدا خساره اي لاعب. فلو هنتكلم على الرايين، الرايين صح، والرايين همهم الاول والاخير نادي الزمالك، وهمهم الاول والاخير الموسم ما يروحش مننا، وان بالزبط. البطوله بتاعت الكونفدراليه ان شاء الله نحصد اللقب بتاعها. ففي الاول وفي الاخر الرايين صح. وكمان جوميز برضو دخل البعض الاخر في الملعب زي مثلا ياسر حمد، لانك هتحتاجه تماما برضو مباراه بركان، لانهم متميزين قوي قوي في الكرات الثابته والعرضيات يا خالد زي ما انت عارف، هم مميزين فيهم جدا. وحمد ما شاء الله عليه مميز برضو جدا في الكرات العاليه، فاحنا هنحتاج لاعب زي ده بشكل كبير جدا. حاليا يا جماعه مفيش فعلا شيء اهم من بطوله الكونفدراليه، مفيش هدف اهم من هدف الخروج بنتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب بالمغرب ان شاء الله يا خالد. يعني تسهل لك بقى الدنيا ان شاء الله في الاياب في مصر، زي ما كنا برضو بنتكلم دايما يا جماعه. هي دي البطوله الاهم في الموسم ده، دي البطوله الاقرب لينا في الموسم ده، ولكن ده مش معناه ننسى الدوري. هنقفله مؤقتا، هنغلق الملف ده مؤقتا. صحيح. لغايه لما نخلص ان شاء الله الكونفدراليه، ولكن احنا بننافس عليه، ولازم الناس تبقى عارفه ان احنا بننافس. ولسه بدري زي ما خالد قال، لسه فاضل مباريات كتير جدا، فلسه 19 ماتش، وعندك توقفات دوليه كتير. وعندك مظبوط. وعندك يا عالم اساسا انت بعد التوقفات الدوليه دي يا نادين في فرق بتبقى جامده جدا، وفي فرق
التوقف ده بيهمدها بالظبط. بالظبط انا بصراحه في الراي ده بتفق معاكي بنسبه كبيره. واللي عاوزين نقوله برضو سواء للراي ده او للراي ده، ده صح وده صح. كل واحد زي ما انا بقول ليه وجهه نظره، كل واحد ليه رايه اللي يحترم. لكن اهم حاجه دلوقتي يا جماعه ولا النقد ولا الجدل ولا بقى اللي انا اقعد اقول يعني كلام وبتاع، خلاص اللي حصل حصل صحيح. وانت غلط وانا صح او العكس. الاهم دلوقتي هو الزمالك، الزمالك والزمالك والزمالك، الدعم والمساندة فقط لا غير من دلوقتي لحد الماتش اللي جاي والماتش اللي بعديه. لازم يبقى يعني في دعم لكل الناس، ولازم كلنا نقف مع بعض ونقف صف واحد ورا الجهاز الفني للفريق، ورا مستر جوميز، ورا كابتن عبد الواحد، ورا كابتن احمد مجدي، ورا كل جهازنا الفني. مستر جوميز كلنا عندنا ثقة فيه كبيرة جدا جدا، ان هو كمان مدرب من المدربين الكبار اللي بيعرف يلعب الماتشات الكبيره، بيعرف يدير الجيم بشكل كويس جدا، زي بالمناسبه نادين ما عمل قدام النادي الاهلي في سواء في ماتش الدوري هنا او حتى ماتش الكاس اللي هناك. مظبوط. زي ما عمل كمان في ماتش دريمز الغاني، كلنا برضو كان عندنا شويه قلق من دريمز الغاني هناك، لكن الراجل قد ايه حقق اللي هو عايزه، قد ايه حقق لنادي الزمالك المطلوب، وخرج من المباراه بافضل شكل ممكن، وخرج بنتيجه يعني كانت مميزه جدا، وكان اداء كمان مميز جدا. وعايزه اقول على كلامك يا خالد، يعني برضو فكره ان احنا انا شفت طبعا في غلط من او سلبيات في المباراه، سواء كانت في الجهاز الفني او من اللعيبه او كده، وارد. ولكن بالزبط. غلط ان احنا يا جماعه في اي عرقله تحصل للفريق ان احنا نطلع ننتقد بقوه، وان احنا نطلع نقول اصل الجهاز الفني او اصل المدير الفني مش ماشي مع اللعيبه ومش مش نافع معانا. يا جماعه لازم ندي كل حاجه حقها ووقتها، ما ينفعش حكمنا يكون سريع. ما ينفعش انت تغلط مره اقول خالد خلاص خالد مش شاطر. بالزبط. ما ينفعش. بس عايز اقول لك حاجه، جمهور الزمالك اللي كان في الماتش، انت شفتي بعد الماتش شجع اللعيبه؟ لا، جمهور الزمالك ده حاجه ثانيه، بس في بعض الناس ارائها زي ما في جماهير بتدعم دايما وفي الحلوه والوحشه، في برضو بعض الناس بتبقى بتنتقد بشكل لاذع للمدير الفني في اول اخفاق ليه، وده بجد غلط. يعني ده ما بيعملش حاجه يا خالد غير ان هو بيهز المنظومه من جوه، وبيخلي المدير الفني هو اكيد على فكره بيقرا الكلام ده، واكيد عارف الاراء اللي بتتقال، وهي دي الكوره كده كده، ولكن هو اكيد برضو ده بيعمل نوع من انواع الاحباط للمدير الفني. بس عايز اقول لك حاجه، كل الاراء ليها كل الاحترام، سواء أكيد محللين طبعاً. سواء جمهور، ومن حق كل واحد يقول رايه، ما فيش اي مشكله، اي حد في اي حته ليه كل الاحترام. لكن مستر جوميز والجهاز الفني واللعيبه قافلين على نفسهم بشكل كويس، مركزين جدا جدا في الماتشين اللي جايين. لكن اهم حاجه وهنرجع ونقول، كلنا ثقه في لعيبه نادي الزمالك الرجاله اللي دايما وقت الجد بتلاقيهم، دايما وقت الجد بيبان معدن لعيب نادي الزمالك ولعيب المصري بصفه عامه، وهم عارفين اكتر مننا واكتر من اي حد، ومدركين حجم يعني المسؤوليه واهميه البطوله دي ليهم قبل ما يكون للجمهور. هم برضو عايزين يعملوا حاجه، هم برضو عايزين يفرحوا الجمهور، هم برضو البطوله دي ان شاء الله باذن الله نادين هتفرق معاهم نفسيا ومعنويا بنسبه كبيره جدا جدا جدا، وهتحط نادي الزمالك على الطريق الصحيح مره ثانيه. مليون في الميه. فلعيبه نادي الزمالك عارفه اهميه البطوله، عارفه دورها اللي هي المفروض تعمله خلال الماتشين الجايين، وبرضو الجمهور عارف دوره. ودايما جمهور نادي الزمالك زي ما احنا بنقول ما بيتوصاش في دعمه ومساندته وحماسه دايما اللي بيقدمه للعيبه في المدرجات. فاحنا من دلوقتي لازم ندعم، لازم نثق في جهازنا الفني، في لعيبه نادي الزمالك باذن الله، لحد ما نعدي الماتشين الجايين، ولحد باذن الله ما نادي الزمالك يا نادين يحقق اللقب باذن الله، ويسعد بقى ويفرح كل جماهير نادي الزمالك. صحيح يا خالد، كلامك صح مليون في الميه، ودي بالفعل رسالتنا للرأي العام وللشارع الرياضي الزملكاوي، اللي طبعا همه الأول والأخير نادي الزمالك، وطبعا همه الأول والأخير يشوف نادي الزمالك ده في مكان أحسن وبيحصد بطولات أكتر وبينافس على كل البطولات بشكل أقوى. احنا عارفين ان ده كله طالع من حب الناس دي لنادي الزمالك، لكن يا جماعة ده وقت الدعم يعني، وإحنا كمان زي ما انت بتقولي خالد احنا ملوك الدعم وملوك المساندة. في وقت الصعب دايما بنشوف نادي الزمالك جماهيره عاملة زيه، جماهيره عددها قد ايه، وبيبقوا بيدعموا بشكل يعني مرعب. فما بالكوا بقى بوقت زي ده، يعني هنتفق او هنختلف مع قرارات جوميز في لقاء سموحة الاخير، ولكن في النهاية احنا بنشجع النادي ده. هنرجع نقول ان اللي جاي اهم، بل مفيش اهم منه، واللي جاي احسن كمان. لازم نبقى عارفين ده، ان اللي جاي ان شاء الله افضل. احنا بنعدي بفترة مختلفة تماما
لنادي الزمالك ملفات كتير قوي كانت صعبة اتحلت، داخلين في فترة احسن بكتير، عايزين الدعم يبقى اكبر بكتير. فاضل تقريبا 96 ساعة تقريبا يا خالد على اهم واصعب مباراة للزمالك في الموسم ده. بالظبط، اكيد. واحنا واثقين في كل المنظومة زي ما انت قلت، فرد الجهاز الفني، واثقين في اللعيبة، واثقين في كل فرد داخل المنظومه انه هيعمل واجبه وشغله على اكمل وجه، وعارفين ان اللعيبه رجاله وعلى قدر من المسؤوليه ومن الرجوله، ان هم هيبقوا عارفين قد ايه المباراه دي والبطوله دي مهمه فعلا على كل الزملكاويه، وعارفين ان هم ان شاء الله هيروحوا المباراه دي هيطلعوا كل حاجه عندهم وهيعملوا احسن حاجه عندهم. وده حاجه احنا دايما بنشوفها من لعيبه نادي الزمالك، لما يعني احنا بنشوفهم قوي لما بنتزنق، بنشوف قوي بقى اللعيبه. شفتي في ماتش ارت سولر يعني كان عاملين ازاي؟ ده الماتش ده لوحده كفايه، ماتشين فيوتشر وفي ماتش الاهلي اللي هنا اللعيبه كان عندها بعد حتى خروج زيزو ولا اصابه زيزو، وكل الناس قالت خلاص. بالظبط، يعني وشيكابالا ما كانش موجود، ده غير اللي حصل في اثناء الجيم. اللعيبه برده كان عندها اصرار كبير جدا ان لازم تفرح الجمهور ده، لازم مزبوط تكسب الماتش. دي لعيبه الزمالك بالزبط. دايما هم على قدر من الرجوله، وده جمهور الزمالك دايما بيدعم الزمالك سواء في الوحش قبل الحلو كمان، وده مش حاجه غريبه عليهم. بنتمنى لهم اكيد اكيد كل التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه، مباراه مهمه جدا ان شاء الله بنتمنى لهم فيها كل التوفيق. النهارده بقى في فقره سهم وقوس هيكون منورنا في ضيافتنا طبعا المحلل الرياضي محمد منصور، وحديث عن استعدادات نادي الزمالك للقاء ذهاب نهائي الكونفدراليه اللي هيكون امام نهضه بركان المغربي قبل 48 ساعه من سفر الفريق. انتظرونا في الثلث الاخير من الحلقه. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه في فقره اقرا الخبر. نبدا نهارنا الزملكاوي من عند بيان رسمي من مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب، وجاء البيان كالاتي: يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من ثوابته وحرصه على نجاح مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن تجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، ومن ثم فقد حرص المجلس دائما على دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المسابقة المتمثلة في رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم، وأيضا كافة اللجان النوعية وبصفة خاصة لجنة الحكام. وقد تجاوز المجلس عن بعض الأخطاء مكتفيا بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة لتصويبها وتداركها، إلا أن الأداء التحكيمي في آخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة أثبتها وشهد بها كل منصف، ولم يذكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض، ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة. ومع تكرار تلك الأحداث نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق، وإن مجلس الإدارة انطلاقا من مسؤوليته تجاه النادي وجماهيره لن يفرط في أي حق من حقوقه، ولن يقبل بمثل هذه الممارسات، وسوف يتصدى لها بكل قوة، ولا بد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع أطقم التحكيم وحكام تجنية الفيديو، وكل منه له صلة بالأمر للتأكيد على الحيادية وضرورة البعد عن الميول الشخصية واتخاذ إجراءات حاسمة بكل شفافية. وفي ضوء ذلك سيحدد المجلس خطوته التالية. وأخيرا يهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند باستمرار، دعم الفريق حتى يعود إلى منصات التتويج التي أصبح على مرمى خطوة منها. يغادر القاهرة النهاردة الوفد نادي الزمالك المكون من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وسعد عبدين إداري الفريق، وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق طبعا متجها إلى المغرب، وسافر كمان كابتن عبد الواحد السيد علشان يطمن على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وطبعا حافلة الفريق في المغرب قبل مواجهة نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كاس الكونفدرالية المقرر ليها يوم 12 مايو الجاري. ومن المقرر أن تستغرق رحلة وفد الزمالك حوالي 13 ساعة، منها 5 ساعات رحلة الطيران من مصر للمغرب، بجانب 8 ساعات بالسيارة حتى الوصول لمدينة بركان. فريقنا إن شاء الله هيستأنف تدريباته النهاردة الثلاث على ملعب النادي استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي في الذهاب نهائي كأس الكونفدرالية. طبعا عارفين ان الجهاز الفني للفريق والبرتغالي جوزيه جوميز كان منح امبارح اللعيبه
راحة من التدريبات الجماعية بعد مباراة سموحة اللي كانت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. وبإذن الله يعني اللعيبة نادين تستعد بالظبط عشان مباراة نادي البركان، أكيد مباراة مرتقبة، مباراة منتظرة أكيد مننا كلنا كجماهير لنادي الزمالك. أكيد النهاردة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز هيعمل جلسة قبل انطلاق التدريبات الجماعية. الجلسة دي هيتم خلالها وضع البرامج التدريبية الخاصة بالفريق سواء الفنية أو البدنية، وده طبعا استعدادا لماتش نهضة بركان المغربي. وكمان خلال الجلسة هيستلم جوميز من معاونيه التقارير الفنية الخاصة اللي هو طلبها بفريق طبعا نهضة بركان، واللي بالفعل معاونيه جهزوها، وده هيكون أكيد في كل التفاصيل الخاصة بالفريق المغربي علشان هيتم بعدها وضع الأمور الخططية والتجهيز للماتش المهم ده. ونختم الاخبار وتصريحات خاصه للكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب فريق نادي الزمالك السابق، واللي انتشرت شائعات امبارح ان ليه مستحقات وهيشتكي نادي الزمالك. المهاجم امبارح طلع واتكلم ونفى تماما انه يكون اتقدم باي شكوى ضد نادي الزمالك فريقه اللي هو بيحبه، وقال كاسونجو: ليس لدي اي مشكله مع نادي الزمالك، انا احب الزمالك دائما واشاهد كل مباريات الفريق كامله، فنادي الزمالك في قلبي. وأضاف وقال: نهارك أبيض، أعتقد أنني سأكون في الملعب لدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية. وكمل تصريحاته وقال: حاليا الزمالك بيقدم أفضل أداء وأتمنى التوفيق في النهائي للفريق الأبيض. اختتم تصريحاته كاسونجو وقال أنه هو ما تقدمش بشكوى ضد نادي الزمالك، وأن هو كمان ما عندوش أي مشكلة مع المسؤولين داخل نادي الزمالك، كلها إشاعات ما يعرفش عنها حاجة، والزمالك هو فريقه اللي بيحبه. بعد ما خلصنا اخبارنا الزملكاويه هنقول لكم كل الجديد على الساحه العالميه في نهارك ابيض بعد الفاصل. نبدا نهارك عالمي من عند الدوري الانجليزي. مانشستر يونايتد طبعا يعني بيخسر بشكل كبير جدا، هزيمه كبيره وهزيمه قاسيه جدا بنتيجه 4-0 امام كريستال بالاس في الجوله ال 26 من الدوري الانجليزي الممتاز. سجل رباعيه كريستال بالاس مايكل اوليسي هدفين وجون فيليب وميتشل، وكريستال بالاس بيحقق الفوز على يونايتد ذهابا وايابا في الدوري، ودي سابقه تاريخيه اول مره تحصل في البريمير ليج. سقوط يونايتد المتكرر في الجولات الاخيره بيحطه تحت ضغط عدم المشاركه في اي بطوله اوروبيه في الموسم المقبل. رصيد يونايتد حاليا 54 نقطه في المركز الثامن، وهو نفس رصيد تشيلسمن النقاط طبعا، ولكن تشيلسي بيتفوق بفارق الاهداف، وبالتالي تشيلسي حاليا في المركز السابع المؤهل لبطوله دوري المؤتمر الاوروبي. اما كريستال بالاس بيرفع رصيده للنقطه 43 في المركز ال 14. عايزه اقول لكم برضو على معلومه مهمه جدا، ان يونايتد ما استقبلش 80 هدف من 1978 الموسم ده، وبعد رباعيه امبارح استقبل 81 هدف في جميع البطولات، ودي تقريبا اول مره تحصل معاهم. وامبارح برضو كان في كده واقعه غريبه جدا، اول مره تحصل في مباراه او في مباراه في الدوري الانجليزي، وهي طبعا ان حكم مباراه كريستال بالاس ومانشستر يونايتد كان بيرتدي كاميرا على راسه، واكد الدوري الانجليزي الممتاز بان لقطات الكاميرا دي لن يتم بثها مباشره، بل سيتم استخدامها كجزء من برنامج سيتم عرضه في وقت لاحق من العام طبعا، يهدف الى تقديم مزيد من المعرفه والتعليم حول متطلبات التحكيم في دوري الدرجه الممتازه. بيرتدي طبعا الحكم المباراه جهازا مثبتا على الراس، وده طبعا بيشكل جزء كده من نظام اتصالات الحكام للمباريات الكبرى، وبيتم الموافقه على استخدامه والمره واحده بس الكاميرا من قبل طبعا من قبل طبعا المشرعين الرياضيين ومجلس الاتحاد الدولي لكره القدم، بالاضافه الى الدوري الانجليزي الممتاز وحكام مباريات المحترفين والانديه المعنيه. وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمها لهذا المشروع. النهاردة ليالي دوري الأبطال هتكشف عن مواجهة العودة بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، اللقاء الحاسم
يعني لقطه اكيد مميزه واحتفال جنوني لجماهير سبورتنج لشبونه، طبعا زي ما قلت بتحقيق لقب الدوري للمره ال20. وكمان الجدير بالذكر ان شيكابالا كان بيلعب في بالظبط، شيكابالا كان واحد من نجوم سبورتنج لشبونه، واللي طبعا لعب مباراه مئويه نادي الاتحاد هنا السكندري مظبوط كانت مع سبورتنج لشبونه، وشيكابالا هناك يعني بيعتبروه طبعاً واحد من اللعيبه الكبار نجم جداً كبير يعني، ولقطه مميزه جدا. ولكن دلوقتي بقى خلونا نظبط ساعتنا ونتعرف على ابرز مباريات النهارده في كل الملاعب ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي وصلنا لفقره نبض 100 عوبه. تعالوا نروح لنادي الزمالك وناخد فيه زميلتنا العزيزه علا القائد عشان تقول لنا كل الجديد من داخل النادي. يا علا نهارك ابيض وتحيات نادين ليك. نهارك ابيض يا علا، ماذا لديك اليوم؟ تحياتي ليكوا زملائي الاعزاء نادين تيسير وخالد غانم، ودائما نهاركم ابيض بخطين حمر. الزمالك العنيد في تحدي ينتظره جديد، لكن الحقيقة أنه هو مش تحدي واحد، هما أربع تحديات، والأربع مباريات القادمة في طبعا في مايو تحديات، أربع تحديات في مايو الأربعة أهم من بعض، اتنين في الكونفدرالية ذهابا وإيابا مع نهضة بركان، وفي آخر الشهر يوم 23 ويوم 27 طبعا مع نادي فيوتشر ونادي الاتحاد السكندري. أربع مباريات ما فيهمش كلام، إن شاء الله يكونوا بأربع انتصارات. طبعا مش عايزين نتكلم عن اللي فات، دائما انتصارا ولا قدر الله طبعا خساره بتعتبر واحنا بنعتبرها انها صفحه واتقفلت، لكن خلينا دائما نقول المكسب بيجيب مكسب والخساره بتجيب فايده للمباريات اللي بعد، لان احنا بنقف على دائما النقاط اللي ممكن نكون وقعنا فيها ونتلافاها ان شاء الله، مع اختلاف طبعا الشكل او الشكل الفني او وجهه نظر المدرب، كل ده اكيد بنتعمل له حساب. لكن خلينا نتكلم مع كابتن خالد مصطفى بشكل فني اكتر عن مش بس المباراه القادمه لكن كمان كل المباريات اللي جايه لنادي الزمالك. برحب بيك ونهارك ابيض. نهارك زي الفل، صباح الفل على نادين وخالد وعلى جمهور نادي الزمالك كله. كابتن، يمكن قلنا قبل كده ان احنا هنقفل الصفحه بتاعت سموحه بكل اللي حصل فيها، اذا كان اخطاء احنا وقعنا فيها او اخطاء خارجيه، لكن خلينا نتكلم ونقول نهضه بركان يوم 12 الشهر الجاي يوم الاحد، خلاص مباراه هامه جدا، التركيز مطلوب، يمكن كمان مش عايزين نتكلم او يبقى في لغط اعلامي كتير، لكن عايزين اللعيبه تكون مركزه قوي. ازاي نقدر نرجع بعد تلك الهزيمه اللي كلنا ما كناش متوقعينها الحقيقه؟ شوف طبعا بنقول قدر الله ما شاء فعل على اللي فات، وبنقفل الصفحه زي ما حضرتك قلت تماما. اللعيبه الكبار اللي هي بتمثل نادي الزمالك لعيبه كلها خبرات وتعرف يعني ايه تقفل على اللي فات وتركز كويس في المباراه اللي جايه، لان هي اهم حاجه. مباراه ان شاء الله ببطوله لازم نركز فيها كويس جدا جدا، ونركز مع المدرب في الدور اللي هو هيتحط لكل لعيب. نمرة اتنين كمان لازم، مهم جدا جدا ان اللعيبة اللي استريحت وخدت راحة في المباراة دي تعرف ان المدرب عمل كده عشان خاطر يخليهم جاهزين المباراة اللي جاية، يعني يكونوا على قدر المسؤولية. ان شاء الله باذن الله يقدموا مباراة كويسة ونرجع ان شاء الله بالثلاثة بونت باذن الله تعالى من مباراة البركان. كابتن، يمكن مباراة خارج الوطن ومباراة هامة جدا، ويمكن نقدر نقول او مش هنقف على يعني التشكيل او كده لان دي بترجع طبعا للمدرب، لكن خلينا نقول لعيبة نادي الزمالك ممكن يكون برضو في غيابات لشلبي، ممكن يكون مش موجود في الملعب، ازاي عوض الغيابات؟ وهل الاختيار ما بين نضاي او نيمار مين هو الانسب؟ ولو حضرتك شايف كتوقع يعني مش كفرض او اي حاجة، كتوقع
تفتكر مين اللي يكون انسب في المكان ده مع نهضه البركان؟ يمكن حضرتك كنت كلمتيني من فتره عن موضوع نضاي وسيد نمر بالضبط على الاثنين دول، انا قلت لك ان نضاي اللي يلعب لان كانت مباراه هجوميه كنا بنلعب في مصر، لكن مباراه زي ديت طبعا كان المنافس الضعيف بتاع غانا عشان كده قلت لك انا نضاي، لكن مباراه زي كده خارج الملعب مع الجمهور القوي بتاع المغرب، واحنا عارفين المغرب جمهور عامل ازاي، فرقه نهضه البركان مش فرقه قليله بقالها كذا سنة بتقدم يعني مستوى جيد، فأنا أعتقد إن هيكون أقرب للمباراة دي سيد نمر لأنه عنده قدرة على الدفاع وإنه ممكن يغير يعمل تبادل بينه وبين فتوح، يكون في جبهة هجومية في وقت من الأوقات ولما يكون محتاجين الجبهة الدفاعية يكون قوية يكون موجود، أعتقد إن هو يعني أحسن في المباراة دي إن شاء الله. مش هنقفل طبعا، يعني الاقرب طبعا هو مباراه نهضه البركان اذا كان ذهاب او اياب، لكن خلينا نخرج بس يعني شويه ونرجع تاني، نرجع نروح للدوري مره كده ونتكلم عن المباريات اللي جايه، يمكن هي بعيده شويه مش قريبه، مباراه فيوتشر والاتحاد السكندري اخر الشهر، لكن خلينا نتكلم عن المتصدر الدوري نادي بيراميدز وازاي هو كسبان خمس مباريات متتاليه. كابتن طبعا هل هسالك ممكن سؤال كده ممكن ناس كتير بتساله، هل الزمالك لسه ما دخلش في منافسه الدوري بشكل لانه لسه كان في مؤجلات وده هينعكس على بيراميدز، اول ما هتلاقي الزمالك دخل في المنافسه وابتدى يبقى المؤجلات يلعبها وابتدى يرجع لوضعه الطبيعي في الدوري، هل ده ممكن يهز بيراميدز او يخلينا ان احنا نستفيد من المباريات اللي جايه؟ طبعا ما فيش شك لما تكون فرقه بتتغرد في البطوله لوحدها بتكون بتشتغل باريحيه، لكن طبعا لما يبدا الاهلي والزمالك يدبدبوا حواليه اكيد هيبقى ماتشاته هيلعبها مش بنفس الطريقه اللي بيلعبها بالاريحيه دلوقتي، لكن هو برضو في نقطه مهمه جدا لازم ناخد منها، بيراميدز السنه دي مركز جدا جدا في الموضوع ده، وزي ما نقول زي لغه الكوره بيتسحب من غير ما حد ياخد باله، مركز قوي في الثلاثه بونت في كل مباراه لانه طبعا خرج من بطوله افريقيا فما قداموش غير البطوله دي، ومدرب الجديد ده شكله انه عنده ذكاء مش بيبين للناس ان هو يعني مهتم بالبطوله لكن هو مهتم بيها جدا جدا، خمس ماتشات ورا بعض فوز 11 مباراه ولا هزيمه، فواضح ان هو مركز جدا جدا في الدوري بحيث حتى لما الاهلي والزمالك يوصلوا له يكون في تنافس لان في ماتشات ما بينهم مع بعض هتحدد مين ساعتها هيكون البطل. يكون الزمالك ينافس وزي ما بيقول الدوري طول ما هو موجود ولسه في مؤجلات ولسه بدري اكيد الدوري وفي امل ان شاء الله ان الزمالك يكون موجود في المنافسه باذن الله، لكن خليني اخد من حضرتك ذكريات كده بسيطه مع عشان الوقت، نهضه البركان هل لعيبه نادي الزمالك تقدر تستفيد من الذكريات 2019 وهل ده ينعكس عليهم بشكل نفسي اكتر؟ معلش انا عن نفسي مش بقتنع بالحته ديت، موضوع التفاؤل والتشاؤم والكلام ده كله مش مقتنع بيه، ولا الذكريات، الكره لو فيها ذكريات الكره لو فيها ذكريات كانت ناس كتير جدا كسبت على طول، لكن احنا نقول ان احنا نركز في المباراه، احنا النهارده الزمالك بتاع النهارده عايز ياخد البطوله مركز جدا جدا ويحصل على بطوله الكونفدراليه ان شاء الله، وربنا يكرمه ان شاء الله ويرجعوا باذن الله بالثلاثه بونت او بنتيجه ايجابيه ايا كانت ان شاء الله. وان شاء الله قبلك ونكون كسبانين ان شاء الله باذن قبلك، وان شاء الله قبل مباراه النهائي هنكون بنتيجه ايجابيه باذن الله تعالى. الله يبارك فيك زملائي الاعزاء، طبعا ده كان لقاءنا مع كابتن خالد مصطفى، كل التمنيات طبعا لنادي الزمالك زي ما قلنا كده، يعني شهر ان شاء الله يكون فيه الاربع تحديات يكونوا لصالح نادي الزمالك، بالتاكيد زملائي الاعزاء عوده ليكم مره اخرى. نشكرك شكرا جزيلا يا علا، يعني وبنشكر اكيد كابتن خالد مصطفى. ويا خالد يعني رايك ايه كده في المباراه القادمه دي، شايف يعني من وجهه نظرك كده المباراه ممكن تمشي ازاي؟ مباراه نهضه البركان مش هتمشي، يعني هتمشي ايه يعني، هي بصي مباريات بقى ايه انت الرد دخل لازم كده. لا 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 المباراه دي يعني ما فيش بديل عن الفوز، ما يبقاش يعني قدامك حل تاني، ما فيش حل تاني. مباراه بقى الناس هتقول عليها تكسب ولا تلعب، مباراه تكسب وتلعب تلعب وتلعب اي حاجه المهم نكسب بالظبط، المهم نادي الزمالك باذن الله يخرج باللي هو عايزه من المباراه اللي هناك ويبقى شوط اول هناك، نادي الزمالك باذن الله ياكد عليه هنا في الشوط الثاني باذن الله، يبقى يوم الاحد برده يوم 19 في المباراه النهائيه باذن الله نفرح كلنا ولاعيبه نادي الزمالك تفرح كل جمهور نادي الزمالك العظيم في كل مكان. دلوقتي طبعا هنستقبل ضيفنا اللي هيشرفنا ونورنا في الجزء الاخير من حلقتنا المحلل الرياضي محمد منصور، ويبقى كلام كروي بقى عن مباراه سموحه والمباراه الاهم اكيد لنادي الزمالك وهي نهائي الكونفدراليه الافريقيه امام نادي نهضه البركان مع نادين تيسير بعد الفاصل.
اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره سهم وقوس في نهارك ابيض النهارده، واللي منورنا فيها المحلل الرياضي المميز محمد منصور، ودردشه واكيد كلام كتير كروي عن مباراه الزمالك القادمه المهمه جدا على قلب كل الجماهير الزملكاويه. برحب بيك ومبسوطه ان انت معايا النهارده. شرف بيك يا نديم. محمد ايه الاخبار؟ كله حلو؟ تمام الحمد لله. والله الحمد لله. في البدايه كده اكيد عايز اسالك، شفت ازاي الخساره المفاجاه لنادي الزمالك امام سموحه؟ هي خساره طبعا مفاجاه، لان يعني وفقا لاداء الزمالك الفتره اللي فاتت الناس كلها كانت متوقعه ان في ناس كانت بتقول لا ده هو هيعمل روتيشن، يعني مستر جوميز هيعمل مثلا روتيشن كبير. بس الفكره كلها ان هو اكيد اي روتيشن بيبقى ليه عواقب. ان انت القوام الاساسي بالنسبه لك مثلا بتتكلم في 6 7 لعيبه، بالنسبه لك الموضوع متغير جدا. فمع ان هو طبعا بيلعب مثلا بعواد وبيلعب عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد مثلا والجزيري، فده يعتبر العمود الفقري بتاع الفريق موجود. مظبوط. ولكن اي حاجه لها عواقب طبعا. طبعا في ناس بتبقى بتحكم بس من مباراه واحده، وزي ما انت قلت في البدايه مع استاذ خالد، هي الفكره كلها ان الناس بتنقد نقد لازع من مباراه ومباراتين. الحكم ما بيبقاش من مباراه ومباراتين، لكن هي طبعا خساره مفاجاه. بس طبعا ناخد الخطوه اللي بعدها، وده الاهم. مباراه ان شاء الله نهضة بركان يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت مع انهي وجهه نظر فيهم؟ انه لا هو النتيجه السلبيه دي بيتحملها المدير الفني، لان هو ريح لعيبه كتير قوي في ظل ان احنا كان ممكن نخلص المباراه من بدري، كان ممكن اللعيبه الاساسيه دي لو نزلت نخلص في الشوط الاول المباراه ويريح بعد كده في الشوط الثاني اللعيبه دي، ولا انت مع الراي الاخر انه لا هو اللي عمله ده كان صح، واحنا ما كناش هنجازف باصابه وما كناش حمل اصابه، لان طبعا في لعيبه مش مقيده افريقيا، فانت شايف انهي وجهه نظر صح؟ هو طبعا جوميز قال بعد يعني في مؤتمر صحفي حتى في اوضه اللبس ان هو بنسبه كبيره بيتحمل الفكره دي. فكره الهزيمه هو بيتحملها، لان هو اللي حاطط التشكيله بايده وعارف بيعمل ايه. انا مع وجهه النظر اللي بتقول لا هو فعلا كان المفروض يريح اللعيبه. طب تكتيكيا او فنيا هو عمل ايه؟ لا عمل حاجات كتير. طبعا فكره شحاته ان هو ظهير ايمن وظهر بالمستوى الرائع ده الا حاجات بسيطه جدا محتاج يعدلها اكتر. مظبوط. دي نقطه. النقطه الثانيه فنيا جوه الماتش، لا الزمالك كان بيوصل بس ما كانش فيه لسه الديناميكيه بين اللعيبه، لان في لعيبه لسه جايه من على الدكه وفي لعيبه اساسيه، فالديناميكيه دي لسه ما وصلتش، مش توصل في مباراه واحده. فانا مع وجهه النظر لا، ان النقد اللاذع ده لا، احنا في ايجابيات وفي سلبيات. السلبيات هو قال انا متحملها، لكن في ايجابيات، والموضوع زي ما انت قلته في الاول عدى وخلاص، ونشوف بس النهارده ان شاء الله. شايف ان احنا طلعنا بايه دروس مستفاده من المباراه دي؟ يعني احنا كنا بعاد قوي في الدوري، ابتدينا شويه ترتيبنا يتحسن ويعني موقفنا يتحسن في الدوري، فانت شايف انه ايه الدروس المستفاده اللي طلعت منها؟ الدروس المستفاده اولا وطبيعيا وبديهيا ان انا ريحت لعيبه مهمه. طبعا زيزو وفتوح نزلت الدقيقه 60، يعني لعبت نص ساعه. ريحت لاعب زي مسلوسي، واحد يعني اجهد مثلا في اخر 10 مباريات في الزمالك يعتبر. تاني حاجة بدأت أشوف لعيبة معينة في مراكز معينة ممكن تفيدني، يعني مثلا لو عمر جابر عنده إصابة مثلا أو في حاجة هتبان النهاردة أو أيا كان، لا أنا عندي شحات عندي بديل. ففي مكاسب يعتبر فنية بسيطة بانت. غير كده الفوز الرئيسي بالنسبة لنا نفسيا هو إن في لعيبة مهمة زي المسلوسي وزي بقية اللعيبة زي دونجا. طبعا احنا خوفنا على دونجا في اللقطة اللي فاتت، فده يدل إن الراجل كان شغال صح، بدليل اللقطة بتاعت دونجا. دونجا كان ممكن مع الإجهاد، لأن دونجا لعب في ماتش دريمز هناك في غانا، كان ماتش تقيل، رطوبه 80%، هو السنتر الثابت في نص الملعب، المفروض يقطع كل الكرات، فده مجهود بدني جدا على دونجا. ما يتحملوش اي لاعب خلال بتوالي ومع السفر، ما ينفعش يتحمله. مظبوط. طيب القرارات التحكيميه، احنا شفنا مجلس اداره نادي الزمالك نزل بيان امبارح بيتكلم فيه على تكرار الاخطاء التحكيميه في المباريات، شفت البيان ده ازاي؟ بيان مهم وطلع بقوه ان مجلس الاداره متابع اخر 3 ماتشات، ان في حاجات تحكيميه، يعني احنا بالمعنى الحرفي احنا متابعين ماتش بماتش، والاداره متابعه ماتش بماتش، عارفه رد الفعل ماشي ازاي. ما بتتبعش رد فعل الجمهور، هي بتتبع ان رد الفعل لا، ان في ناس منصفه، في ناس بتحلل شايفه ان الموقف ده غلط، شايفه ان انت تغاضيت الى حد ما، ان انت تبص في الفار بشكل مؤكد. في حاجات معينه واضحه للناس، يعني زي ضربات الجزاء، مش ضربه الجزاء يعتبر في ماتش سموحه، في حاجات باينه واضحه ممكن بالاعاده وبالبطء انت تتأنى فيها، انت كحكم بتبص عليها. فانا شايف ان مجلس الاداره حاسم جدا في الموضوع ده، وبياخد خطوه ان
لا انا بتفرج على كل ماتش، ما بعديش ماتش مثلا يكون جاي على الزمالك في حاجه او يكون في خطا ما. حق يعني لنادي الزمالك وماخدوش، وده صح يعني، ده من وجهه نظري شيء انا سليم. بتكلم في الصح صح وفي الغلط غلط. مزبوط. لو في غلط او في تقصير دي حاجه في النادي، دي حاجه في النادي بيننا وبين بعض. صحيح. لكن بره ما يبقاش في حاجه غلط وتاثر على فريق. بالظبط. وحاجه برضو يعني تخليك فرحان لما تشوف ان مجلس اداره النادي بتاعك مش عايزه تسيب حق النادي الزمالك. بالظبط. وما تاخدوش. بالظبط. لا وبالتتابع يعني، انا مثلا ما بقولش اخر 10 مباريات حصل فالناس تنسى ايه اللي حصل. مزبوط. لا انا متابع ان في ماتش الثاني الثالث بالظبط كده، والاخطاء دي مؤثره على النتيجه. يعني انا بقولش اخطاء تحكيميه، وارد ان يبقى في اخطاء تحكيميه في اي مباراه، بيحصل في البريمير ليج، بيحصل في دوري ابطال اوروبا، بيحصل في اعتى الدوريات على مستوى العالم. بس انا بتكلم ان حاجه مؤثره على نتيجه فريقي. لا هنا نقف وهنا نقول بيان ان مجلس الاداره متابع ماتش لماتش. دي حقيقه، ويعني حاجه الحقيقه فرحتنا كلنا. طيب لو هكلمك على مباراه نهضه بركان، اللي هي طبعا مباراه مهمه جدا 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 في الفتره اللي جايه، وتقريبا الاهم في الموسم ده، عايز اسالك شايف المباراه دي هتمشي ازاي؟ بص يا نادين، هو الفكره في بره ملعب جوه ملعب. بره ملعب جمهور المغربي صعب. الجمهور المغربي دايما مش فكره ان هو كل يا معظم الجماهير بتأزر من يعني من الدقيقه الاولى للدقيقه 90. هي الفكره ان الجمهور المغربي عنده حس ان هو بيعرف يضغط على المنافس، بيعرف يضغط على كوره مثلا انت بتلتحم فيها، فتلاقي الصوت علا. فالجمهور المغربي يعني ذكي جدا في الحوار ده. ده بره الملعب. جوه الملعب يعرف يلعب على نفسيه الفريق. بالظبط. اي منافس افريقي مثلا، شمال افريقي مثلا، فريق عربي، فريق مثلا جنوب افريقي مثلا سان داونز، بيعرف ياثر جدا. حتى مع المنتخب المغربي برضه كده. جوه الملعب، الملعب صغير مش زي استاد القاهره. مظبوط. الاجواء افضل طبعا من دريمز، وافضل وافضل جدا من وسط افريقيا وجنوب افريقيا. بس يعني فكره ان انا الملعب بالنسبه لي صغير، ده بيحتاج لعيبه عندها كنترول. اولا عندها بدني عالي جدا، عشان كده مستر جوميز ريح اللعيبه. تاني حاجه محتاج لعيبه عندها كنترول على الكوره. انا مش عايز لعيبه رانر كتير، مش عايز لعيبه افقد الكوره كتير. لو فقدت الكوره مع الجمهور، مع اداء طبعا نهضه بركان يعتبر بقاله 3 سنين مستواه شبه ثابت في بطولات خاصه افريقيه، ممكن يكون في الدوري المغربي حاجه ثانيه، لكن في البطولات الافريقيه عنده حس، بدا يثبت رجله زي ما بنقول بين الكبار. فانا عايز اتحكم في رتم الملعب جوه وافصل خالص عن الجمهور المغربي، ده اهم حاجه في الماتش. صحيح. طب ازاي نجهز بقى اللعيبه بدنيا ونفسيا؟ يعني ازاي نجهز كده بالشكل الامثل لمباراه زي دي؟ اول حاجه هي بدنيا الفريق محتاج ان هو يستفيد جدا من الروتيشن اللي حصل اللي فات. يعني دي اقرب نقطه. النقطه الثانيه محتاج ان انت زي ما عملت في ماتش دريمز ده اللي هناك، كان هناك انا بالنسبه لي من افضل مباريات الزمالك الموسم ده. ليه؟ دي حقيقه. طبعا فنيا حدث ولا حرج، لكن بغض النظر عن الاهداف وثلاث اهداف وكده، احنا بدنيا كل لاعب كان ذكي. انا مش عايز اهدر مجهودي البدني في الشوط الاول. صحيح. وده حصل. احنا ممكن مثلا كنا شفنا زياد كمال فطلع فنزل شحاته، قلنا عشان اجهد. لا، هي الفكره كلها ان هو مستر جوميز بيعرف يوصل اللعيبه ان انت تستثمر مجهودك في الماتشات اللي بره، خصوصا انت جاي بسفر، انت في اجواء تانية، انت في ملعب حتى النجيله مختلفه. صحيح. فكل ده بالنسبه لي كان لازم اكتسب الخبرات دي من ماتش دريمز بالذات، ان انا بره ابدا استثمر مجهودي البدني. نفسيا مستر جوميز شغال كويس جدا مع اللعيبه، حتى في الرياكشن بتاعه. انا بحب جدا 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 المدربين اللي بتفاعلوا اثناء المباراه. في مدربين بتقعد في عندهم السيطره دي، وفي لعيبه مثلا خبره في الملعب بس مهما بالظبط مهما كان في لعيبه مؤثره في الملعب او عندها خبرات، او حتى مثلا كباتن في فرقه مش كابتن واحد، انا بحتاج تفاعل مستر جوميز جدا. صح. وده بيعجبني جدا. يعني حتى الماتش اللي فات كان في كذا كوره وكرات جدا مش ده، بيقول لي متيابه شوط شوط، ما يعني ما وقفش مثلا وقعد تاني، لا بيقول له شوط، يعني انا حاطك في البوزيشن ده عشان تشوط. فدايما ان انا افكر اللعيبه بالتعليمات الفنيه واصحصح اللعيبه واديهم اوبشن ان انا معاك في ظهرك، ده حاجه كويسه جدا. فده نفسيا وده بدنيا. وبنشوفه كمان في المحاضرات الفنيه ليه مع اللعيبه، بنشوف بالزبط. الحماس يعني عنده روح حلوه قوي، وده على فكره بتعمل اكيد برضو يعني بتعمل على الجانب النفسي للعيبه، ان هم دايما حاسين ان هم متحمسين، ان هم لازم يفوزوا بالمباراه. ده يعني دي اكيد حاجه بتفرق معاهم بشكل كبير جدا. وهو الحقيقه حتى بنشوفه كان بيرج اللعيبه ويتكلم بالزبط. معاهم في الملعب. صح. يعني الحقيقه هو عنده روح حلوه جدا. وكمان اضافه للنقطه دي، نادين كمان هو عنده ذكاء في التعامل مع اللاعب المصري. مظبوط. يعني في مدربين زي ما لعيبه مثلا انت بتجيب صفقه مثلا معينه يقول لك ده بيتاقلم مثلا بعد ايه؟ بعد شهرين ثلاثه مع الاجواء. في مدربين كده برضه بتيجي ما تعرفش تتاقلم مع اللعيبه، مع نوعيه اللعيبه. لا، هو عارف يتاقلم وعارف اللاعب المصري عامل ازاي، بدليل زي ماتش الاهلي، عارف يدخل اللعيبه نفسيا ازاي،
عارف يعني يعمل استراتيجية نفسية ان تواصلوا مع بعض، ان الدنيا بالنسبة لي انا مش مكسب وخسارة، لا انا عايزك لاعب نفسيا كل واحد يتحمل مسؤوليته في الملعب. زي ما انت شايف كمان، بص على الشاشة، يعني اللي انت بتقوله يعني هو واقف على الخط ما بيقعدش، هو متابع، بيتكلم مع لعيبه، بيحمس اللعيبه، بيدعمهم حتى بوقفته دي على الخط، يعني ده دعم ليهم كبير. الرياكشن المستمر ده بيفيد اللعيبه جدا، بيحسس اللعيب ان المدرب في ظهري، المدرب مش قاعد مش متفاعل. طبعا التفاعل ده بيفيد جدا اللعيبه وخصوصا اللعيبه المصريه. هو كمان يعني جرى العرف على المدربين البرتغاليين ان هم دايما واقفين كده على الخط. بالظبط بالظبط. لا وده يعني اللقطه اللي فاتت اللي احنا شفناها بتاعت شوت دي فسرت لي ان هو ايه، مش فكره قعد، لا انا بقول لك تاني. ففكره ان القرب يعني الناس زي ما بيقولوا مثلا اسبانيا البرتغال اللي على البحر المتوسط يعتبر شبهنا شويه، مظبوط، فهم الذكاء ده هو استغله جدا في ان هو يفهم اللاعب المصري. دي حقيقه. طيب احنا عارفين ان الزمالك هيسافر ان شاء الله للمغرب يوم الخميس اللي جاي، شايف ده وقت كفايه للعيبه ان هي تروح وتتمرن وتتدرب على الاجواء وعلى الملعب؟ الشك ده في يعني في نوعين مدربين، في نوع يقول لك لا انا اتمرن اكتر وقت هنا واروح قبلها مثلا ب 48 ساعه بالكتير. مستر جوميز مش من النوعيه دي، من نوعيه ان انا اروح واتاقلم على الفريق مع الفريق، يعني يعتبر تقريبا على ما انا فاكر زي ماتش دريمز هناك سافر قبل 4 ايام عشان يتعامل مع الاجواء، يتعامل مع الرطوبه، يتعامل مع النجيله، ارضيه الملعب، التمرين النهائي على ارض الملعب، كل ده. فانا شايف ان هو وقت كافي. بالنسبه بقول لك المغرب احسن شويه كاجواء كجو حتى رطوبه ملعب، فكويسه جدا من يوم الخميس. يعني عندنا مثلا لو في تمرين بالليل مثلا او حاجه الخميس، وعندنا جمعه وعندنا سبت، كويس جدا. يعني انت شايف ده وقت كافي؟ كافي جدا، كافي جدا. طيب احنا بعض الناس كده عندها تخوف من القرارات التحكيميه والمجاملات التحكيميه، وبعض الناس شايفين انه ممكن يكون في شيء من الغلطات التحكيميه يعني موجوده في مباراه نهضه بركان او مجاملات تحكيميه. ازاي شايف نبقى جاهزين لكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل في المباراه؟ دايما المدربين يقولوا للاعب افصل من الحكم، يعني ما تتكلمش مع الحكم. ده دايما يعني ده بنسبه كبيره حتى في اوروبا وكده مش هتلاقيه موجود دايما مع اللعيبه الكبار خاصه. دايما اللعيبه الكبار والكباتن اللي موجود جوه الفريق لازم بتفاعل مع الحكم. احنا مش فكره ضغط على الحكم، بس فكره ان انا موجود، انا مش كل رياكشن انت هتاخده ضدي وانا حاسس ان هو مؤثر انا هسكت. ايوه طبعا. دي نقطه. النقطه الثانيه دي خبرات بقى نادين، هي الخبره اللي موجوده للاعب مثلا لعيبه مهمه عملوا كذا خطا، عملوا كذا حاجه في الملعب، حس ان هو هيكلف فريقه، لا اهدى افصل على الحكم. يعني مش 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 فصلان 100%، بس فكره ان انا اركز في الشغل الفني اكتر من ان انا اركز على مثلا حتى لو انا حاسس ان هو عمل خطا مثلا هنا، اداني انذار مثلا، ادى لزميلي عمل حاجه، حاسس في ضغط افصل واكمل. بالظبط. انا لو فصلت من الجمهور والحكم الموضوع بالنسبه لي منتهي، ادي اللي عليك واعمل 100% وسيب موضوع الحكم زي ما احنا شايفين الاداره بتتحرك. واحنا كمان عندنا يعني لعيبه خبرات كتير قوي في الزمالك متعودين على الاجواء دي وعارفين بيتصرفوا ازاي في المباريات اللي شبه كده، وكباتن كمان اكيد ليهم دور كبير قوي، زي طبعا كابتن شيكابالا وعبد الشافي ليهم دور طبعًا كبير طبعًا. هيتكلموا مع الفريق، هيدعموا طبعًا. فكل ده هيفرق اكيد معاهم بشكل كبير. ولكن هرجع تاني للنقطه انت قلتها، وقلت ان جمهور المغرب صعب، جمهور مش سهل، بيعرف يضغط على الفريق المنافس وبيعرف امتى يعلي صوته، امتى يوطي صوته، الحاجات اللي احنا عارفينها كلنا دي. ازاي بقى اهيئ اللعيبه نفسيا ان هم ممكن بشكل كبير هيعدوا بضغط نفسي كبير من قبل جمهور المغرب؟ اول حاجه خبره اللاعب دي من قبل ما المدرب يكلمه. اللعيبه دي احتكت سواء في منتخبات وطنيه، سواء مثلا مع الزمالك، سواء مثلا في الفرق اللي كانوا بيلعبوا فيها قبل الزمالك. كل دي خبرات. انا عارف ان الجمهور كده كده هيضغط عليا، عارف ان الجمهور مع كل لقطه مع كل رياكشن هيضغط عليا، عارف ان هو هيطالب بالفار كل دقيقه، عارف ان هو هيقول للحكم لا الكره دي بلانتي. انا كل السيناريوهات دي لازم اللعيبه تحس بيها وتترجمها في اي مباراه اوي، اي مباراه بره مصر. هي الفكره كلها ان هو المدرب هيقول، هيقعد مع اللعيبه يقول لهم مالكوش دعوه بالجمهور، بس اللاعب لو من جوه نفسه بيتأثر بسرعه، واحنا في طبعا اكيد في لعيبه بتأثر بسرعه، لو في لعيبه بتعرف تلم بقى اللعيبه دي، يعني الموضوع انا حاسه ان هو جوه الملعب لعيب مع لعيب. يعني مسلوسي يتكلم مثلا مع عبد المجيد، عبد المجيد ما عندوش احتكاك قوي، مثلا دونجا اتكلم مع شحاته، شحاته مثلا عنده رياكشن عالي قوي، كل ده
اللعيبه جوه بعض اهم من فكره المدرب. المدرب مش هيوصل قبلها ان هو ما لكوش دعوه بالجمهور، لكن اللعيبه مع بعض بيبقى ليهم يعني زي علاقه الهارموني بالظبط، الهارموني ما بينهم بتفرق بشكل كبير بالظبط، لانه الكونكشن بتاعه مباشر. لكن المدرب مهما بره مش هيقول له افصل، هي فكره ان هو يتكلم قبلها، بس اهم حاجه اللعب مع اللعيب. اكيد. طيب الغيابات المؤثره بقى من وجهه نظرك ازاي يتعامل معاها مصر خوسيه جوميز؟ يعني عندنا غياب شيكابالا ومصطفى شلبي والزناري، فعندنا غيابات مؤثره اكيد، ازاي شايف ان هو يتعامل مع الغيابات دي؟ طبعا غيابات مؤثره، يعني الناس كانت بتتكلم عن نهضه بركان ان في لعيب او اثنين موقوفين بسبب اللي هي المباراه اللي قبل اللي فاتت، فقالوا لا طب الزمالك كامل، لا الزمالك ما طلعش كامل للاسف. مصطفى شلبي والزناري، الناس هتقول ان الزناري كان يعتبر مثلا الدكه، ماشي، بس كان احتياط استراتيجي كمساك او كباك عند عمر جابر. طبعا مصطفى شلبي مؤثر وفقا لاستمراريته في اللعب، يعني مش وفقا للاداء قوي بس وفقا لاستمراريته اللعب. المكان ده ما عنديش رفاهيه ان انا اجيب حد من الدكه، بس هو غالبا هو يعني انا بحب في مصطفى جوميز ايه؟ ان هو مش شكايه. ما بيشتكيش، يعني عنده انا عندي سامسون، ناس اتكلمت ياما على سامسون، لا انا هعرف استغل سامسون في نقطه معينه في بوزيشن معين. اداله فرصه كبيره الحقيقه واظهر من خلالها سامسون ان هو يستحق الفرصه دي. بالظبط، ده يقول لك على ذكاء المدرب، المدرب مش لازم مش جيم بلان او مثلا تشكيل او بس، لا المدرب ان هو اعرف اتصرف وفقا للظروف اللي عندي في الفريق. مزبوط. يعني انا عندي ظروف، عندي اصابات، هنا بقى يبان المدرب. فنيا طبعا ونفسيا كل حاجه، بس فنيا اكتر، هل هيوظف مثلا سامسون في الناحيه دي؟ هل مثلا عنده مثلا لو عمر جابر مثلا ومثلا الزناري مش موجودين، شحاته اللي انا لعبته كان ممتاز جدا جدا جدا، هل هيقدر يأدي في النقطه دي؟ يعني احنا انا من ضمن تيم اسمه تاب، كنا عاملين تحليل لشحاته، كنت لسه شغال عليه امبارح. شحاته ممتاز جدا ممتاز. هو اصلا لاعب رانر في نص الملعب، فهو ممتاز في اللقطات دي، اللهم الا حاجات بسيطه لانه البوزيشن ده لسه مش متعود عليه في الباسنج في الحاجات دي. مزبوط. بس هو ممتاز جدا، يعني ده خيار من الخيارات اذا كان لو ان شاء الله عمر غياب يكون سليم والزنير طبعا مش يكون موجود. فانا بالنسبه لي شحاته ده اوبشن. الحقيقه احنا شفنا تطور كبير قوي للاعيبه الفريق في الفتره الاخيره. بالزبط. يعني بالزبط. حسام عبد المجيد تطور بشكل كبير، الزناري تطور بشكل كبير، سامسون اكينيولا كنا لسه بنتكلم عنه. الحقيقه اللي انا يعني اللعيب ده انا الحقيقه يعني بشوف ان هو اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. بالزبط. ما خدش الانتقادات الكثيره اللي كانت، يعني طبعا اي لاعب اي واحد فينا بيفتح وبيشوف بيتقال عليه ايه، يعني ده طبيعي. فهو بالعكس هو ما خدش الكلام ده ان هو بقى حاجه تخليه يحبط وان هو ما يبقاش عارف يلعب، بالعكس الناس اتكلمت على وزنه خس، الناس اتكلمت على ادائه حسن من ادائه بشكل كبير. فالحقيقه احنا شايفين تطور للعيبه كتير قوي داخل نادي الزمالك. بالظبط. وهو كمان مصطفى جوميز متعود على النقطه دي، ان هو بيعرف يطلع احسن حاجه من اللعيبه. اللي كان متابع او اللي عارف السي في بتاع مصطفى جوميز كان في الميريا وكان في ريدنج في انجلترا في الدرجه الثانيه في الشامبيون شيب، بيعرف يطلع لعيبه، بيعرف يصنع لعيبه من ده اللي انت كنت بتتكلم عليه على محمد شحاته اهو معانا. بالظبط. لا هو 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 كويس جدا. احنا حتى واحنا بنحلل امبارح واوله الفكره ما شاء الله، هو كان باك يمين في الماتش ده. بالظبط. الكروسنج ده كروسنج واحد متمرس ما شاء الله عليه وربنا يحميه كظهير، يعني هو واحد متمرس في فكره ان حتى كروسنج اللي هي بديهيات الظهير الايمن او الظهير الايسر. فلا مستر جوميز عرف يصنع من المباراه دي، فاحنا ما ناخدش سلبيات الماتش سموحه ان احنا اتغلبنا بس، لا هو كويس جدا كويس جدا ان هو اتعامل مع كذا نقطه ايجابيه يقدر يستفيد منها ان شاء الله في ماتش نهضه بركان ان شاء الله. طيب خط الهجوم بقى عند نادي الزمالك، شايف ازاي يتعامل مع خط هجوم نهضه بركان؟ خط دفاع الزمالك، وخصوصا كمان ان نهضه بركان هو فريق كويس، فريق قوي وممتاز في العرضيات، وفريق لازم نعمل له حساب، يعني هو مش فريق ضعيف تماما، فازاي شايف يتعامل مع الفريق ده؟ هو اول حاجه زي ما انت كنت بت فكره الضربات الثابته مهمه جدا عند نهضه بركان، او معظم الفرق المغربيه بتعتمد على فكره الضربات الثابته والكورنرز بالذات، ان هي سلاح انا ممكن اقدر احسن بيه مثلا بهدف او هدفين على مستوى العالم. طبعا الوقت الدنيا بالنسبه لنا اتطورت في الست بيسز دي، بالنسبه لي ممكن تحسن ماتش. طيب انا عندي اطول مين؟ غالبا مثلا يكون مثلا حسام عبد المجيد والمسلوسي. حسام عبد المجيد ما شاء الله من مباراه الاهلي من وجهه نظري انا تمركزه ممتاز، طلوعه بكره ممتاز، فانا كنت محتاج عبد المجيد بتاع الموسم اللي فات واللي قبله يحضر، وهو ما شاء الله كويس جدا الايام دي. مسلوسي نمسك الخشب زي ما بيقولوا ما شاء الله عليه، في كل يعني في كل المواقف الصعبه في حتى في التدريب الدفاعي وكل ده مسلوسي دايما حاضر، فانا مطمن النقطه دي. بس هي الفكره كلها ان انا طبعا مع مستر جوميز ومع محللين اداء في النادي
هيبداوا يشتغلوا ازاي اقدر ادافع على نقطه الضربات الثابته. زي ما انت بتقولي برضه الكروسنج عندهم عالي جدا، فلا انا مطمن بامر الله ان شاء الله النقطه دي الزمالك يقدر يطلع بها كويس، لان الزمالك عنده فيدباك من الماتشات اللي فاتت ان هم كويسين متمركزين سواء عبد المجيد او مسلوسي. اه طبعا، يعني انت شايف المنطقه الدفاعيه عندنا يعني شايف محتاجه تتطور بشكل معين؟ شايف ان هي، لا انت شايف ان هي مناسبه جدا للقادم من المباريات عندنا؟ يعني احنا دايما بنقول مشكلتنا بتبقى معظمها في المنطقه الدفاعيه شويه، شايف ازاي المنطقه الدفاعيه؟ لو تكتيكيا ممكن نتكلم كتير، بس لو يعني في نقطه ممكن الناس تغفل عنها هي السرحان. انا ممكن مثلا اقف على مثلا اوفسايد، اعمل خط اوفسايد ولا حاجه، الاقي لاعب رحل، اللاعب اللي رحل ده سرح جزء من الثانيه، فالكره اتلعبت خلاص جون، خلاص دخل الجون فينا. فالناس تقول لا ده خط الدفاع كله وحش، ده ايه السيستم اللي احنا شغالين بيه ده؟ ده ايه الهاي بريسنج اللي احنا شغالين ده؟ ما ينفعش مثلا في الماتش ده. انا معاك كل حاجه، بس هي بتبقى قرارات لعيبه. فهي انا بشوف اغلب الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها سيئه مثلا في خط الدفاع هي ذهنيه بحته مش فنيه، هي ذهنيه بحته. سرح اللعيب، مفيش تواصل ما بين مثلا الجناح والسير دي باك، ما بين الظهير والسير دي باك، مفيش تواصل بين رباعي الدفاع مثلا ودونجا كده، بيبقى التواصل الذهني مش اكتر. لكن فنيا انا مش شايف ان في حاجه كبيره قوي بعد ما مستر جوميز يعتبر خمس ست ماتشات اللي فاتوا بدا يطور في التمركز بتاع المدافعين. دي حقيقه. طيب لو هنتكلم بقى على دور الكباتن الخبره الموجودين في الفريق، زي طبعا زي ما قلنا شيكابالا وعبد الشافي وعمر جابر، يعني شايف دورهم هيكون عامل ازاي؟ خصوصا كمان ان شيكابالا يعني مصاب، فانت شايف ان ازاي دوره هيكون مهم للفريق بره الملعب؟ هو دايما دور شيكابالا بره الملعب، بره الملعب طبعا، يعني محدش يقدر ان هو يعني ينكره طبعا. فشايف ازاي ممكن دورهم ده ياثر على الفريق؟ اقرب دايما للعيبه الصغيرين هي الكباتن. طول ما هو شايف ان هو قدوه وشايف ان هو فيه فعلا كلامه مؤثر في باقي الفريق، هتلاقي اللعيبه مثلا زي زياد كمال، زي شحاته، زي الصفقات الجديده، بيسمعوا مثلا لكباتن زي مسلوسي، زي عمر جابر، زي كابتن شيكابالا، كل ده بيتسمع لهم. هم عندهم خبره، متمرسين، واضح جدا تاثيره في الماتشات اللي فاتت، واضح جدا ان هم عرفوا يلموا الفريق زي ماتشات زي دريمز، زي الاهلي، في ماتشات معينه بان دور الفريق. حتى تفاعل شيكابالا مثلا في اوقات كتيره مع مثلا في ماتشات الزمالك، يكون مثلا الزمالك متعادل او محتاج الفوز جدا، بلاقي تفاعل الكباتن بره الملعب، في تفاعل لكابتن شيكابالا، في صور كتيره طبعا. احنا شفناه كمان في غانا، الجمهور الغاني بيتصور مع كابتن شيكابالا، وبيحبوا الفريق جدا. دي قيمة كباتن نادي زي نادي الزمالك، دي قيمة كباتن معروف تاثيرهم بره الملعب زي جوه الملعب. حقيقي التاثير هيكون واضح، وكده كده انا مطمن، لان الكباتن او يعتبر اللعيبه اللي عندها خبره كترت في الزمالك، ودي حاجه تفرحنا، ما كانتش موجوده مثلا السنين اللي فاتت. مزبوط. كان ممكن يكون واحد او اثنين، لا انا بيبقى عندي مثلا اربعه او خمسه لعيبه، مثلا عبد الشافي، شيكابالا، عمر جابر، المسلوسي، كل دول دونجا بخبراته، فتوح كمان، عواد، فتوح، بالظبط، فكل دول هيلموا الفريق. فلا ان شاء الله نفسيا الموضوع يكون كويس جدا ان شاء الله. طيب لو هنتكلم بقى على دونجا، واللي هو الحقيقه هو واحد من نجوم الفريق، وادائه تطور بشكل كبير جدا وبيقدم كتير مع الفريق، شايف ازاي في الفترة المقبلة في الناحية الدفاعية، خصوصا ان المباراة اللي جاية هتكون صعبة جدا زي ما اتكلمنا من نواحي كتير قوي، ازاي بقى المدير الفني يجهزه لمباراة صعبة زي دي، خصوصا ان هو في مباراة سموحة كان احتياطي، فازاي نقدر نجهزه لمباراة زي دي؟ زي ما قلت لك من شوية برضه نادين، ماتش نهضة بركان في المغرب محتاج لعيبة كنترول. مزبوط. انا محتاج احتفظ بكرة، مش احتفاظ سلبي، الاحتفاظ السلبي ان هو انا بمرر الكوره بالظبط، ان هو الكنترولر، انا عايز لاعب كنترولر على الارض. دونجا اكتر من انه قاطع كوره، بدا يطور نفسه مع مستر جوميز في حته ان هو اعمل كنترولر، يوجه اللعيبه بايده، يعمل انتشار ذهني او بصري، بيعمل سكاننج كويس جدا. فانا محتاج دونجا ان هو كويس جدا، الحمد لله ان هو ما اتصابش في ماتش سموحه، يكون جاهز ان شاء الله اساسي في ماتش نادي بركان. بس محتاج اللعيبه جنبه يعتبر، يعني انا كان نفسي جدا ناصر ماهر كل يلعب في المباراه دي، وعبد الله سعيد، لان اللعيبه دي كنترول، بتعرف تقف على الكوره. احمد حمدي لاعب اسمه بوكس تو بوكس، بيوصل من البوكس بتاعنا لل 18 بتاعه، فاللعيبه كنترول. انا محتاج جدا دونجا، محتاج جدا شحاته، لو عمر جابر لاعب باك يمين، فانا محتاج الحته دي، دونجا مهم جدا، و
بالنسبه لنا افضل لاعب اتطور على ايد جوميز هو دونج. دي حقيقه وارقامه بتتكلم بالزبط. يعني في احصائيات كتير ارقامه مميزه الحقيقه بالزبط. بشكل كبير قوي. طيب احنا طبعا عارفين مستر خوسيه جوميز في مباراه جيمس الغاني هو سافر بدري قوي ومرن اللعيبه يوم الوصول بالليل. شايف هيعمل كده برده في مباراه نهضه بركان ان هو هيوصل ويمرن اللعيبه في نفس يوم الوصول او ان هو هيكون متحمس قوي للتمرين خصوصا كمان زي ما قلنا في بدايه الحلقه الرحله هتوصل ل 13 ساعة، خمس ساعات منهم طيران، وبعد كده في باص هياخدهم من من المطار لغاية المدينة، مدينة بركان. بركان. فتقريبا الرحلة بشكل عام هتاخد 13 ساعة. فشايف هيمرنهم في نفس اليوم وهيضغط عليهم ولا شايف إنه لا يعني هيريحهم ويمرنهم بعدين؟ هو دي طبعا نقطة مهمة جدا لان الناس فاكرة ان هو التدريب بتاع الماتش بتاع يوم قصدي الوصول بيبقى تدريب بدني بحت وده طبعا ما بيحصلش. غالبا بنسبة كبيرة بيبقى تمرين ريكفري تمرين استشفاء بحيث يجهز لعيبة لليوم اللي بعده. يعني هو حتى لو يوم الخميس بالليل وصل بعد 13 ساعة لو عمل كده هيبقى تمرينات استشفاء بحتة. دي من وجهة نظري. معلش أنا عايزة أقول تعديل لأن أنا معلومة بس توصل صح. لا هو الفريق مسافر بطيارة خاصة الرحلة تستغرق خمس ساعات طيارة خاصة للفريق وبعدها باص هياخدهم لمدة ساعة. لكن اللي أنا قلته من شوية ده كابتن عبد الواحد السعيد معلش عشان ده تعديل لازم أقوله. تمام. برضه مسافة كبيرة أو يعتبر وقت كتير إن هو ست ساعات أو خمس ساعات وساعة. الفكرة كلها إن الناس محتاجة تفهم إن ده بيبقى شغل استشفاء بنسبة كبيرة بيبقى شغل استشفاء. طيب استشفاء لمين؟ استشفاء للعيبة اللي هو طبعًا يعني في لعيبة زي زيزو زي دونجا زي فتوح اللي نزلوا شاركوا هو كان يتمنى إن هو الماتش يخلص بتاع سموحة بدري وما يشاركوش فدول بنسبة كبيرة عملوا استشفاء. دي نقطة. النقطة التانية اللعيبة لو هو محتاج لعيبة من اللعيبة اللي لعبت أساسي في ماتش سموحة برضه هيعمل لهم استشفاء فهو ما بيبقاش تدريب بدني بيبقى يعتبر جلسات نفسية أو جلسات مناقشة ما بينهم هنعمل إيه خطتنا إيه بيبقى عرض لشغل تحليل الأداء للفرقة المنافسة وتمرين استشفاء. دي من وجهة نظري. إنما من يوم الجمعة ويوم السبت بيبقى التمرين الرئيسي والتمرين النهائي إن شاء الله بيبقى يوم السبت. مظبوط. طيب لو هسألك بقى على محمد عواد الحارس المرمى الأساسي للفريق شايف مستواه إزاي؟ شايف هل هو ثابت على نفس المستوى ولا شايف يعني بعد خسارة سموحة حاسس إن في مثلا تأثير من عوامل التحام المباريات أثرت عليه بشكل كبير أو يعني شايف إزاي الحارس ده؟ انا من وجهه نظري انا بشوف ان هو يعني على قدر من المسؤوليه كبير جدا ان هو بيطلع بره المباراه دي حقيقه ويقول انا بتحمل نتيجه المباراه انا شايفه وبنشوفه كمان قلبه على المباراه بشكل كبير قوي. اداؤه بقى لو هنتكلم على الاداء شايف اداؤه ازاي؟ يعتبر اداء ثابت في معظم المباريات عشان ما نقولش كل المباريات في معظم المباريات بس برضه عايزين يعني فكره عواد الناس دايما بتحمل عليه لان هم شايفينه يعتبر الحارس الاساسي وبنسبه كبيره الاوحد في الزمالك دلوقتي في اللعب كلاعب اساسي فالناس دايما حاطه سبوت عليه اي خطا اي حاجه بيبقى دايما عواد الغلط. طب ممكن ارجع شويه قدام ممكن اشوف مثلا خط الدفاع هل كان في تواصل ما بين الدفاع وبين عواد في اللقطه دي كان في خطا من لاعب الدفاع فما ينفعش احمل بنسبه كبيره عواد اداء فني يعتبر مش هنقول زي السنه اللي فاتت ومش هنقول زي السنه اللي قبلها بس الى حد ما يعتبر بيحاول يثبت نفسه كاداء فني في المباريات اللي بيلعبها. النقطه المهمه ان عواد فعلا زي ما انت قلتي بالظبط هو بيتفاعل ده هي اتحركوا اضغطوا نهدى التفاعل ده دايما انا بحبه بين اللعيبه وخصوصا مع حارس المرمى بشوفه بيتحامل على نفسه في اصابه عشان عارف ان محمد صبحي مش جاهز يعني بالزبط. هو عنده احساس بالمسؤوليه كبيره قوي تجاه الفريق ده بالظبط. إيه كمان نفسنا عواد احنا يعني عاهدينه فكره ان هو راجل في الملعب حقيقي. عارف بيعمل ايه ممكن يغلط وارد يغلط جدا ماشي وارد ماشي يغلط طبعي. غلط احنا مثلا نكون بننتقده فيه بس الفكره ان هو اجمالا لا لاعب عنده مسؤوليه زي ما احنا قلنا من كباتن الفريق بيعرف يتواصل لا بس اهم حاجه ان هو الفتره الجايه يحاول يثبت نفسه في النقط الفنيه وفي الويكنس او صحيح. النقط الضعف بس هي اللي شغال عليها صحيح. طيب لو هنتكلم على زيزو بقى وزيزو طبعا لاعب يعني كبير وعنده خبرات طبعا. وبيعرف ان هو يلعب تحت ضغط نفسي جماهيري و
بيعرف يعني يتصرف في المباريات الكبيره اللي زي دي وبيبقى عارف حجمها كويس قوي، شايف هيقدر يكمل على ده في ماتش نهضه بركان، ولا شايف انه غياب شيكابالا هياثر معاه خصوصا ان هو يعني قائد الفريق جوه الملعب، فشايف ان ممكن يحصل يعني هبوط لمستوى زيزو؟ هو ورده نادين اي لاعب يهبط مستوى يعلى في اي وقت. حقيقي. يعني هي فكره الاستمراريه زيزو، احنا بنقول ما شاء الله ما شاء الله هو احسن لاعب في مصر ليه؟ وفقا للاستمراريه. استمراريه اللاعب دي مش حاجه سهله. فدي نقطه، النقطه الثانيه فكره ان زيزو يتحمل حاجه فوق طاقته، ضغط نفسي من الجماهير ان هو انت اللي شايل الفريق. انا مفيش حد، انا مش شايف حد في الفريق الا انت. انت اللي بتجيب يعتبر الفرصه اللي بتصنع بيها الهدف. حقيقي. يعني هات لي الكوره من الجون للجون، ففكره ان انا بضغط على زيزو زياده عن اللزوم. زيزو طبعا عنده خبرات، بس اي لاعب بيتاثر طبعا، اي لاعب بيسمع، اي حتى لو هو ما بيسمعش مثلا على السوشيال ميديا والكلام ده عنه اكيد بالظبط، بيسمع رد فعل الجمهور بيشوف. فعشان كده زيزو انا محتاجه جدا جدا في ماتش نهضة بركان، سواء ذهاب سواء عوده، يفصل خالص من فكره انت اللي هتوديني وهتجيبني وانت اللي هتروح للجون للجون. انا مش عايز ده خالص، انا عايز زيزو يلعب واحد من ضمن 11. يعني فكره ان انا احمله اكتر، المشكله ان احنا بنحط ضغط كبير قوي على لاعب واحد من ضمن 11 لاعب. يعني زي ما بنقول بالبلدي هو العشم في زيزو. مظبوط. هو فكره العشم النفسي، طب النفسي ده بيأثر عليه اكيد. انا يا جماعه ضاعت مني الكره دي، وارد انه في مباراه ما يكونش موفق، يعني ده اي بني ادم في الدنيا، مفيش حد بيكون موفق طول الوقت. لا انا كمان يعني انا بقول لك ان هو لاعب مثلا ممكن مستواه يعلى مستواه يقل، ده انا في جوه المباراه ممكن مستواه يعلى في دقائق، ممكن مستواه يقل في دقائق ثانيه. صحيح. فهي فكره الضغط على زيزو، انا شايف ان زيزو راجل متحمل المسؤوليه جدا، راجل فنان احسن لاعب في مصر، راجل عنده استمراريه كويسه جدا، راجل بيعرف يلم الفريق حتى فنيا حتى جوه الملعب. فانا شايف الضغط عليه يخف شويه من جمهور الزمالك، وهو كده كده كم عهدنا زيزو يعني هيبقى متألق ان شاء الله في الماتشين الجايين ان شاء الله. طب رساله سريعه بقى للاعيبه الزمالك قبل المباراه المهمه. اهم حاجه ثق في نفسك، ما تشيلش حمل فوق حملك، الضغط النفسي بيأثر عليك جدا، انت كويس انت ثابت على الارض، انت عامل نتائج كويسه، الجمهور دايما وراك، وارد يبقى في انتقادات، وارد يبقى في مشاكل فنيه في اي فريق في الدنيا، لكن انت عندك مدرب كبير، عندك جمهور وراك، ثق في نفسك، اطلع باحسن نتيجه في ماتش الذهاب، وبعد كده نشوف العوده ان شاء الله في القاهره باذن الله. طيب سريعا هناخد منك توقعاتك لمباراه النهارده في دوري ابطال اوروبا بين بي اس جي وبروسيا دورتموند. الماتش اللي فات كان صعب بتاع الذهاب 1-0 باريس، اعتقد لويس انريكي هيصعد النهارده مع باريس النهائي ان شاء الله. طب بكره بقى ريال مدريد وباين. لا ريال اكيد، ريال مدريد اكيد، ده بطل دوري ابطال اوروبا. مدريد انت يعني؟ لا انا كاتالوني. اصلا؟ يعني احنا بقى هناخد البطوله كده. صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا لوجودك معانا النهارده، يعني شرفتني ونورتني. بشكرك. شكرا جزيلا. تسلم. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان منورني المحلل الرياضي المميز محمد منصور، كلام مهم جدا بيخص نادي الزمالك اكيد، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهاركم.